بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الفيديو على بركة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهاردة؟ انا مش طول عليكم، انا زي ما انتم شايفين كده محضرة الحاجة معاكم. دي باليتة اي شادو قديمة عندي، وعندي 3 عطور، وعندي مية مقطرة من الصيدلية، وعندي ازازتين فاضيين وازازة جليسرين، ودي مية انا محضراها واخده من الميه المقطره دي وغلياها وحاطه فيها حبهان وورد وقرفه وقرنفل، ده لو حريمي وفانيليا رجالي، رمف قرفه وحبهان بس. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنا بقى اتكلم معاكم بشكل اوضح، انا بس حبيت المقدمه اوريكم الحاجات للي حابب يشوف الفيديو ويجيب الحاجه ويحضر معايا واحده واحده. انا زي ما قلت لكم احنا بنعمل بادي سبلاش معطر للجسم، علشان خاطر ان للاسف بقى في غش تجاري جامد جدا، والجشع والطمع بقى، يعني مش عارفه بصراحه مليان. انا في الفيديو ده اتصدمت صدمة، انا زي اي حد بشتري حاجات من السوق، وعلى العلم ان انا بشتري حاجات وبفهم فيها وماركات، بس انا كنت عايزة العبوة ديت، فاشتريت من مكان ازازة فاضية عشان خاطر اعمل فيها الوصفة دي بالطريقة بقى اللي تريحني، وبالخامات اللي تريحني، وباللي انا عاملاه يعجبني وما يضرنيش وما يضرش صدري. فاتصدمت صدمة جامدة جدا. هنا انا معايا اهي بقى نبتدي نوسع، وهشرح بشكل اكبر انا هعمل ايه عشان خاطر تستفادوا اكبر قدر ممكن. هقول لكم كام ازازة مية، كام كيس مية بالظبط، وهعمله قدامكم. وطبعا انا عاملة الفيديو ده قبل كده، ده التاني، بس التاني ما كانش. دي بقى الكارثة اللي انا بتكلم عليها. بصوا الازازة عاملة ازاي، شايفين مرغية ازاي، هي عبارة عن مية ولون وللأسف صابون، لا فيها كحول ولا فيها جليسرين ولا فيها زيت عطري نهائي. يعني احنا لما بنعملها، بصوا يعني هي شكلها باين، لما بنجيب ازازة البرفان او السبري او البادي سبلاش بنعرفها لما بنرجعها، ان لما بتعمليها هنبدأ هنا في الوصفة بس معلش هرجع لكم تاني للموضوع ده. لما بنرجعها لو فيها كمية كحول عالية بتعمل رغاوي بسيطة، بس مش زي المنظر البشع اللي انتوا شفتوه. وهنا نبدأ بقى في الوصفة بتاعتنا على بركة الله. انا هنا معايا دي ازازة جليسرين، وانا وريتها لكم المرة اللي فاتت، انا كنت مفضياها جاهزة عشان نظرا للوقت، بس انا هنا هشتغل معاكم بالتفاصيل. عايزة اقول لكم ازازة الجليسرين دي مش غالية خالص. بصوا انا خدت قد ايه، حوالي كده اقل من الربع، هبتدي بقى اجيب المية بتاعتي المقطرة. هجيب معايا مقص طبعا عشان انا قصيت الكيس كده. انا اخدت معاكو اول كيس، هاخد كيس تاني، كده انا استعملت كيسين من المية. الكيس ده تقريبا بجنيه ونص، لان انا بصراحة عندي كمية، و10 جنيه جليسرين. ادي كده بقى حوالي 13 جنيه. الباليتة دي موجودة عند اي بنوتة، موجود الاي شادو بيبقى فيها علب كتير ممكن تستخدميها. انا هاخد هنا اللون النحاسي شوية او الاوكسدي، بس بندوبه الاول كويس جدا. ممكن تجيبي مثلا سن دبوس يبقى اسهل معاكي، بس انا عشان طبعا التصوير بنحتاج حاجة تكون باينة.
يعني ممكن مثلا دبوس طرحة تنزلي بيها يبقى اسهل معاكي. وكده انا بقص كيس المية التالت، بس مش هاخده كله عشان ادوب فيه الايشادو بتاعي او الجليتر بتاعي. ممكن تجيبوه يا جماعة في حاجة اسمها الوان مايكا اللي بيتصنع منها الميك اب، ممكن تجيبي بقى ب5 جنيه ب10 جنيه، على حسب ما تلاقوها. او ممكن كمان في عند اي عطار الملونات الطبيعية اللي هي بيتعمل منها عجينة السكر، بتلاقوها برضو بالجليتر. مش لما بتجيب تورتاية بنلاقي فيها ساعات عاملين وردة كده، الوردات فيها جليتر، وردات ذهبي، دي برضو معمولة، ودي احنا بنستخدمها في العطور وفي الاي شادو وفي الكريمات وفي الحاجات دي، يعني دي حاجات طبيعية. انا هنا برضو بحاول ادوبه على قد ما اقدر. طبعا احنا برضو بنشتغل باستعجال عشان خاطر التصوير، فانا هبتدي بقى ادوبه كويس معاكو وارجع لكم. بصوا هنا انا فضيته كله، طبعا هبتدي برضو زي ما انتم شايفين دي ازازة كده ب15 جنيه، يعني الموضوع كله ما كلفنيش. انا خدت برضو منها، بصوا اهو نصها، ما كلفنيش يعني حاجة جامدة قوي. وكده انا خلصت اهو البادي سبلاش بتاعي بقى حلو، وعملت واحدة كمان معاكو باللون الذهبي. يبقى انا كده عملت لونين، عملت واحدة ذهبي وعملت واحدة اكسدي كده شوية او نحاسي زي ما انتوا تحبوا، او برونزي او فضي بقى، بنحط الالوان اللي احنا عايزينها. بصوا اهي انا وريتها لكم كمان، يعني انا بستخدمها على جلدي وعلى بشرتي قدام الكاميرا، بس طبعا هي لسه معموله فمش عارفه اللمعه بتاعتها باينه ولا لا، لان طبعا انا رشيت كتير. عايزه اقول لكم حلوه جدا، مش عارفه. بصوا اللمعه بدات تبان اهي، بصوا مديه ضيع عامل ازاي. عايزه اقول لكم من حاجات بسيطه احنا بنعمل حاجتنا، واضمن ما نشتري من بره. ويا ريت اي حد يشتري باتي سبلاش يرجه كويس جدا، لو عمل رغاوي زي كده يبقى ما يشتروش، يبقى ده عبارة عن لون وعن صابون مش اكتر من كده، او شاور جل رديء جدا جدا جدا. اعملي حاجتك في البيت، هتوفري فلوسك، وكمان ما نجيبش اي حاجة من اي مصدر مجهول، لازم نكون بنشتري من مكان موثوق منه. وكده ده الشكل النهائي بتاع البادي اسبلاش بتاعي. والعطور طبعا الزيوت العطرية انت بتختاريها على حسب شخصيتك، على حسب طبيعتك، وعلى حسب انت بتحبي ايه، بتحبي بارفان تقيل، بتحبي بارفان خفيف، بتحبي ورود، بتحبي زهور، بتحبي فواكه، بتحبي الفانيليا، بتحبي التوابل. طبعا كل ده بيتعمل ميكس مع بعض وبيدينا ريحة مختلفة تماما. بس طبعا لازم يكون ذوقك، ولازم تكوني انت بتفهمي في الكلام ده، مش بتختاري اي حاجة وخلاص، لا، اعملي الخطوات اللي انا بقولك عليها وامشي عليها واحدة واحدة، مع بقى تخففي حاجة تزودي حاجة، دي بترجع لشخصيتك انتي. وكده انا خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.